ما يرضيكم وأعطاكم سؤلكم وأمانيكم. حياكم الله من جديد بموضوع جديد في فقرة الديكور الأسبوعية. بما إن اقترب موسم العودة للمدارس وعشان تشجعون أطفالكم على الدراسة ولأنهم يقضون أوقات طويلة في المذاكرة، لابد توفروا لهم كافة الوسائل اللي تساعدهم على ذلك، من مكاتب أنيقة ومرتبة وكراسي مريحة. بستعرض معاكم بعض النماذج والأفكار اللي بتساعدكم في تصميم الركن الخاص بمكاتب الأطفال. تابعونا. لما تقررون تختارون مكتب خاص في غرفة الطفل، يفضل يكون مريح ويساعد على المذاكرة، وحجمه يتناسب مع مساحة المكان. هناك تصاميم مخصصة لزوايا الغرف الصغيرة، وما تأخذ حيز كبير من المساحة، وما تأثر على حرية الحركة داخل الغرف. يفضل اختيار مكاتب تحتوي على أدراج أو وحدات لتخزين الكتب أو القرطاسي، وكذلك أجهزة الحاسوب أو الحواسيب اللوحية المعروفة باسم الآيباد، وهي خاصة للدراسة. الإضاءة ضرورية جداً، ويجب أن تكون مناسبة للمحافظة على صحة عيون الأطفال أثناء الدراسة ولساعات طويلة. هناك أشكال متنوعة لمكاتب الأطفال توفرها متاجر الأثاث بأحجام وألوان وأفكار مختلفة، مجهزة بوسائل تساعد على الدراسة ومميزات خاصة لكل تصميم بحيث ترضي مختلف الأذواق، لتشجيع الأطفال على الدراسة، وهو الهدف الأساسي اللي تبون تحققونه. ألوان المكاتب تلعب دور مهم في تصميم ركن الدراسة، كل ما كانت ألوانها فاتحة كل ما ساعدت على إضفاء أجواء مريحة للمذاكرة. دعوا مهمة اختيار الألوان لأطفالكم، فهي في النهاية زاويتهم الخاصة في شيء جميل يختارون اللي يعجبهم، وممكن اختيار ألوان الكراسي بعد. اكسسوارات لتزيين مكاتب الدراسة، ممكن تزينون باكسسوارات مختلفة من مزهريات أو ورود وممكن نباتات، إما بجانب المكتب أو على المكتبة أو بين الأرفف. أيضاً ممكن ترتبون بعض الكتب داخل الأرفف مع إضافة ساعة صغيرة تفيدهم بمعرفة الوقت، وبنفس الوقت لمسة بسيطة للتزيين. من الطرق الأخرى في تزيين مكاتب الأطفال، ممكن إضافة بعض الأطر والبراويز تحتوي على صورهم وصور العائلة والأصدقاء، تضفي أجواء من الود والسعادة كل ما يشوفونها. وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم. أتمنى أن النماذج والأفكار لأشكال وتصاميم مكاتب الأطفال نالت على إعجابكم. دمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.